فرحانين برشا باستقبالهم، بحذينا نتصور برشا نوستالجيا، وانتم تسمعوا في لي زيكستري. هذوما ضيوفنا فنان الجيل والا اب الجيل الذهبي كما يحبوا يعيطوا له اولاده في مختلف الدول العربيه ودول العالم، طارق العربي طرقان. مرحبا بك. اهلين يا ميت، اهلين وسهلين. ميت اهلين وسهلين فيك انت، فرحانين برشا كونك بحذينا، منورنا في موزايك. تالا طرقان مرحبا بك. مرحبا. وديما طرقان. هلو هلا. قبل ما نبداو الانترفيو هذه، قبل ما نبداو نحكيو على الجوله نتاعكم في تونس، اللي موجودين في سوسه، في صفاقس، كيف كيف في جابس، مهرجان مش المهرجان، المسرح الاثري في قرطاج. خلينا نسمع مع بعضنا الاكستري هذه. رساله وجهتوها للشباب المستقبل، انتم على علم ولا ما نعرفش نخدموها بالذكاء الاصطناعي ولا بشخصيات الكرتون نتاع الشخصيات الحقيقيه؟ وهي يمكن اجمل شيء شفنا نتائجه بعد 30 سنة فعلا. ان الدكتور، المهندس، النجار البارع، النجار المخلص بشغله، يعني كل يعني تقريبا كلهم بهذا الشكل، يعني مبدعين كل واحد بطريقته، كل واحد بمجاله، بس الغالبية فعلا اطباء ومهندسين. واليوم نتصور كي نشوفوا نفس الشخصيات توجه في رسالة للصغار، يمكن حتى جايين يكون فما النوستالجيا، يكون فما الذكريات، التواصل، وخاصة الرسالة متاع أنه التعليم مهم، الرسالة متاع التربية، متاع الأخلاق اللي طالما رهنت كونهم يكونوا موجودين. أي أنا في البداية كنت متوقع يعيشوا 3 سنين بس كي يعني نحن معنا بالوطن العربي معنا أغاني أطفال، فاللي صار إنه هالأغاني والشارات تحولت إلى أغاني أطفال وكبروا معها، ونحن معفنين. بعدين سميته الأبناء والبنات الغاليين، الجمهور صامت ما بيتكلم، بس كبروا هم اللي ولاو يتكلموا ويحكوا معنا ونعمل حفلات وإلى آخره. وذلك اللي خليكم موجودين بحثنا هنا في تونس، دونك غدوة في المسرح الأثري بقرطاج، جمال نهار 1 سبتمبر، كيف كيف في سوسة نهار 2 سبتمبر، وكنتوا عملتوا حفلات في جابس وفي صفاقس. تالا اليوم كيفاش تفسروا الإقبال الجماهيري، إنه الناس مازالت متوحشة الحفلات هذه، مازالت تحب تسمع الموسيقى هذه؟ مثل ما قالك بابا، هن كانوا جمهور صامت وهلأ حكوا. فلما حكوا لقوا في فرصة إنه يرجعوا يحضروا أو يسمعوا الأغاني بعد 30 سنة، رح تكون فرصة كتير حلوة يسترجعوا فيها الذكريات، يرجعوا أطفال، يرجعوا يغنوا، يهيصوا، يرقصوا أحيانا يعني. فكانت كتير حلوة. كمان مبارح بالذات بصفاقس كانت حفلة كتير حلوة، وبجابس كانت لأول مرة، فكانت فرصة حلوة نقابلهم بعد سنين من طلبات منهم، يعني انه تعالوا الجابس. ونتصور خدمتوا على الحاجه هذه ديما، كانوا يكون فما فكره، كانوا يكون فما شو تقدموه، مش فقط الاغاني، ففما توزيع وتحضير لكل حفله تصير. نتصور هلا التوزيع كله عاد نشغل عليه لفترات طويله، وكمان بابا يعني جزء يمكن من الشيء اللي بيحب انه يجي يوم ويعمله، انه مو بس اوركسترا تكون موجوده، مثل بيقولوا اوبريت او سيمفوني معه يعني كامله، او شو كامل، شو كامل كمان، لانه حتى هاي الموسيقى تبع تعتبر للاطفال، بس هي مو للاطفال، هي سهل الممتنع، انت بتسمعيها وسهله تحفظيها وهيك، بس تعي نفسي يعني حتى العازفين بكل البلد عم بيقولوا لنا انه مفكرين شيء سهل، فلما عم يجوا لحتى ينفذوا انه لا احنا فين، يعني احنا بنلعب حاجه مثلا مو سهله ابدا. فلسه بابا في اشياء اذا هو شخصيا كمان بيقعد عليها وبيظبطها مزبوط بيطلع شيء رائع 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 اكثر. واكيد اكيد احنا بنشكر الاوركسترا التونسيه بقياده المايسترو فادي بن عثمان، شغلهم ولا احلى، وخصوصي انه احنا صرنا متعودين كمان عليهم، صاروا اصدقاء واصحاب يعني وعائله صرنا. ونتصور ما زالت خدمه على الفكره هذه، كيفاش باش تقدموها في اكثر من فرصه، في اكثر من مناسبه، وخاصه كونكم توا موجودين بحذنا في تونس، الجيل الصامت اليوم ولا يغني ولا يحب يسمع زاد الاغاني لايف، نجموا نسمعوا عهد الاصدقاء، نتصور من احب الاغاني للجمهور التونسي. يلا حلمنا نهار نهار نعمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة ضوءا في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا،
نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا. هذه عهد الأصدقاء فيرسون لايف سمعتها على موزيك فام. اليوم ما زالت فما أغاني قديمة قاعدين تخدموا أكثر على تجديدها، بشراوها مثلا في الشين يوتيوب طارق العربي طرقان، تعمل على تجديد الأغاني القديمة أكثر. يعني بين وبينك مو اسمه تجديد، بس مجرد حول الآلات اللي كنت عم بشغلها على الكيبورد فقط، مجرد تحويلها إلى أوركسترا هي جاهزة. هو يعني هذا التجديد، يعني حتى الأقل، يعني بعض الأغاني عم تطلع أقل من الأصلي، مع أنه في كامل طاقم الأوركسترا. وحاليا عم نحاول ندخل أغاني جديدة، لأنه نحن محصورين بالأغاني اللي بيحبوها، الأغاني اللي بيعرفوها الغالبية. هلأ في أغاني مو الكل اللي بيعرفها، فبنعمل بنجرب ننزل الأغنية ونشوف ردة الفعل عليها. والمهم اليوم كونه الرسالة هذه ما زالت متواصلة، فما تالا ديرنييرمون كنت موجودة في تونس في فيلم خاتم عليسا، أغنية كانت للأطفال، فنتصور كونك تواصل في نفس النسق هذايا، وكيف كيف بالتوازي فما الكارير سولو نتاعك قاعدة تخدم في مشاريعك الخاصة، فإلى أي مدى صعيبة بالنسبة ليك باش توفق بين الاثنين، كونك تواصل رسالة بديت ديجا باش تبنيها، وكونك تعمل مسيرتك أنت الخاصة بأغاني أخرى؟ اوكي، رح ابدا جاوب على خاتم عليسا. اوكي، نبدا بخاتم عليسا. اول شيء سعيده كثير انه شاركت بعمل للاطفال وتونسي وسينما، فهذا شغله كثير كبيره للاطفال وإلي طبعا. مبسوطه انه نشغل شيء من القلب للطفل، وبوجه تحيه لمحمد خليل بحري صديقي مخرج التونسي اللي كثير بحب شغله. مبسوطه انه عم بينعمل هيك اعمال، وان شاء الله ما يكون اول فيلم موجه للطفل، يكون فيه حتى أفلام تانية أو حتى مسلسلات فيما بعد. دجاجة تعمل مسلسلات تونسيين، دونك نتصور أكثر مسلسلات إن شاء الله. يا رب يا رب. والشق الثاني اللي هو الكارير المستقل سولو. منشق عن بابا، خليني أقول هو صح منشق بس ماشي تقريبا بنفس المسار، يعني كمان في مواضيع اجتماعية، مواضيع إنسانية، مواضيع شخصية، مواضيع ممكن تكون بالعكس مضحكة، يعني حتى ممكن هيك أغاني فكاهية ممكن يكون موجود. في أغاني بالفصحى، في أغاني بالعامي السوري، ومن بعد وش خاص نحب يكون فما بالدرجة التونسية أغنية يعني. وبالنسبة ل شكون الفنانين اللي تسمعهم في التونسي؟ في التونسي صبري مصباح. صبري مصباح الجاردي وبلاد بلادي. ونحب أماني سليم. أماني سليم أمان أماني ألماني دارت عملت كفر فما غادة معتوق عملت كفر لما أنا وغادة ألماني. كمان غادة فما ومرتضى نحب مرتضى ديما تحب أنا بحب بلطي بلطي أنا بحب ديما. بلطي وكتير كمان يعني، والله يرحمه ياسر جلال. الله يرحمه ياسر. دونك هذا بالنسبه للجديد، فما مشروع تخدم عليه تالا نلقاوه على قريب؟ في اغنيه غنيتها ببدايه حفلاتنا بتونس اسمها ليله بس. هي اغنيه موجهه لغزه، لغزه كتبتها ولحنتها وغنيناها امبارح بصفاقس، وان شاء الله غدوه كمان مع الاوركسترا بقرطاج. ان شاء الله نستناو جديد. بالنسبه ليك ديما كيف كيف في الاخراج، كيف كيف في الصوت، مبروك الساعه الفيلم الجديد اللي هو الخامسه بئر النسيان. بئر النسيان هذا فيلم جزائري، بس هو الفكره انه عم نحكي نحن عن اعمال الاطفال، او خلينا نحكي عن الانيميشن، فهو ما فيني اقول كثير للاطفال، بس هو اول عمل جزائري فيلم طويل يعني انيميشن، وشاركنا بمهرجانات كتير وأخذنا جوائز، بس أهم كانت جائزة هي الجائزة الأولى بمهرجان الأنمي باليابان. أوكي. فكأنك عم تقولي أنت أنا رحت لعقر دارون أخذت الجائزة فهمتي؟ فهي أنا كنت الأداء الصوتي للشخصيات الرئيسية، الأداء والإخراج الصوتي باختيار المخرج تبع العمل. أوكي. والإخراج الصوتي كمان تبعه. فكنا مع بعض بالتيم، اشتغلنا على كذا على مدى كذا سنة يعني، لحتى هلأ اليوم عم نعرض بالجزائر، وإن شاء الله قريبا بتونس ان شاء الله نستناو الفيلم هذا في تونس. ديما بالنسبه ليك مركزه اكثر على الكارير كمخرجه او كفنانه كمغنيه؟ هلا شوفي، نحن الموضوع بشكل عام التمثيل الدوبلاج الاغاني وهيك هذا الشيء كبرنا معه. انا ما بحسه انه شغل
عرفتي كيف؟ هلا ممكن اقول لك شغل يعني اوكي عم بعمل مثلا ورك شوبس تبع دوبلاج بالوطن العربي، بلشت من شيء 4 سنين تقريبا او اكثر، وشغل اشتغلت مساعد مخرج بمصر، بمصر بالدراما، اشتغلت بجزائر، اشتغلت بكذا مكان يعني، واعلانات هيك شيء. وفي ان شاء الله اغاني سولو كمان رح تنزل، بس يعني هلا في شيء جديد صار، وقعنا العقد خلص، في اغنيه جديده ان شاء الله خلال السنه، اول السنه ان شاء الله بتنزل. مع شكون؟ فيني اقول شغله واحده، انه مع الجو. اوكي الجو شفناه مع شيء، ما في اكثر من ريميكس. نفس ستيل؟ نفس ستيل، نفس ستيل. نستناه كما سمعنا مع شيما. اي باذن الله. يعني شيء اغنيه جزائريه، ايه فولكلور جزائري، بس هيك دخلت قلبي على طول يعني. هو كان بعت لي غنيتين فانا اخترت هي يعني، فان شاء الله قريبا يعني نستناو الاغنيه هذه جديده. يمكن من الاحب الاغاني استاذ طارق، القلب للاطفال، الاغاني اللي تغنيت بالام، الاغاني اللي على الام. واذا نرجع هكا نسمع لك بعض الحوارات، مش ديما تحكيه الموضوع، كونه ربيت عند خالتك يعني كنت بعيد نوعا ما على الام، فالحب هذه كل نلقاه في الاغاني، الطاقه هذه الكل منين استلهمتها؟ هلا كونه بعيد عنها، اي بس بحبها طبعا اكيد، يعني ظرف بالتربيه، زائد خالتي الله يرحمها. الله يرحمها كانت بمساعده ام تاني يعني، هي وجدتي. فما حسيت بحرمان الام، وكان كنا نشوفها كل سنه. أنا لأنه عشت في دمشق، أخواتي والأهل في الجزائر، بقيت عند خالتي. من أي عمر؟ أنا بقيت عند خالتي من عمري 6 شهور. أوكي، من اللي صغير؟ رح لك سريعاً. أوكي. خالتي ما بتحب الصغار الأطفال، فماما بدها تروح مشوار أمي، ما في غير خالتي، خليها معك، لا خليها معك ضروري، لازم نروح لازم. وهي حاطة ايدها هيك، قالوا لك رح نحطهم على ايدها، نايم على ايدها يعني، حطوني على ايدها، تميت لوقت الزواج. قعدت غاديك بحذاها. ايه ايه وخلص حبتني وانا حبيتها. ولا تحب الصغار؟ انا كثير بحب الصغار وخالتك. وهي حتى وهي ايه طبعا يمكن بتحبه إله بس. اكثر واحد انا هو بس بقيت اولاد اخواتها وي بتحبهم عادي. وفترة الطفولة هذه أستاذ طارق كان عندها تأثير، كونك حببت جيل كامل في هالشارات، في هالرسائل اللي وصلونا؟ إيه لها تأثير كتير كبير. أنا كانت معظم شغلي مأخوذ من طفولتي. يعني أنا شو بستمتع بالموسيقى وقت كنت صغير، أي نوع من الموسيقى، أي نوع من الكلمات بستمتع فيه، حافظ أشعار قبل ما أدخل المدرسة. إذا الطفل بيستوعب شعر انت الطفل، مو انت الطفل، انت الشاب سنة 9 أو 10 بس ما بيحفظ، بس ممكن يسمع الميوزك تاع الكلام ويحفظ كلمات. بنفس الوقت الموسيقى كنت استمتع بالموسيقى المعقدة، مو بالموسيقى تبع يا عيني بابا اليوم جاب لي بالون، مو هدول هن اللي لازم نعلمهم للأطفال. لازم تحضريه لأكثر لأكثر بالمستقبل. والحمد لله هذا صار بعد 25 سنة عرفته. وذلك علاش نسمع في نفس الأغاني لليوم بنفس الشغف بنفس الحب. امشي وغدوة للمسرح الأثري بقرطاج باش تكتشفوا طارق العربي طرقان وأبنائه كيف كيف. الموعد في جمال 1 سبتمبر، الموعد في سوسة نهار 2 سبتمبر. مازلنا باش نكملوا رحلتنا في عالم الأطفال مع ضيوفنا طارق العربي طرقان تلا وديما طرقان. خليكم معنا، ترتيحة صغيرة وراجعين. 38 دقيقة مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فام. كنا حكينا على أغاني الأطفال، كنا حكينا على حب الجيل الذهبي للأغاني هذه اللي تردت المدى عقود، خليني نقول اللي لليوم تتغنى. كانت طرحت مسألة أستاذ طارق وديما وتالا بخصوص حقوق التأليف، كانوا فما مجموعات غنيت الأغاني هذه، صار خلاف، فنحب نعرف لو نحسم الجدل هذه شنو صار، خاصة كونه نعرف فما حفلات توقفت مؤخرا في تونس. خليني أحكي من بدايتها. أي. بالبداية أول تواصل مع شباب كان ونحن مغادرين تونس السنة الماضية، جوا على المطار مع ورد وقعدوا، قال ممكن، قلت لهم ممكن بس مو يعني ممكن تغنوا الأغاني، ممكن يغنوا الأغاني، ممكن بس مو بوقت
نكون نحن بشكل ما يأثر على جدول حفلاتنا. ما يأثر عليهم وما يأثر علينا. شهرين أو ثلاثة قبل يوقفوا. فقالوا إيه؟ بعدها خالفوا. بعدين لقينا بوستر في 30 مدينة حفلة. المهم إنه خالفوا الاتفاق، اتصل فيهم ابني مرتين ثلاثة. آخر شيء بعتوا تنبيه إنه شو لكم علاقة أنتم بهالأغاني؟ هما بعثوا تنبيه. بعثوا تنبيه لي. أوكي. يعني تقريبا بدهم يرفعوا دعوى يعني مع انه هو هن اللي اخذوا الاذن منه. اوكي اخذوا اذن بيعرفوا انه تبعتي مع انه ما معك ورق. السنه الفارطه هبط تنبيه دجا في الموضوع هذا. كنت نزلت تنبيه على صفحتك الخاصه صفحه رسميه كان كان في فيسبوك. كان لسبب ثاني كمان. اوكي اي فاليوم شنو اللي صار هلا حاليا؟ طبعا شكرا لشركه وكالار والاستاذ عزيز الجويني الأستاذ مالك الهشري على دعوتهم إنا لهالحفلات، زائد إنه كانوا هم عم يشتغلوا في المحاماة، يعني قضية حقوق التأليف. أوكي. فمنعوهم قلتي لي. أي تم منع الحفلات. أي هو لأنه كانوا. وشكر طبعا للمحامي اللي عم بيتابع هاي هذا الموضوع، والموضوع صار قضاء، يعني داخلين نحن ب بشكل جدي بالموضوع، مو بس الفكرة يعني قانونيا وقضائيا حاليا. الفكرة كنا بكل ود، غني امتى بدك، اذا انا ماني شاعر تونس غني. كانت هيك بالبداية. خالف ما في مشكلة انه خالف، كان ممكن تنحل، بس دعا علي، يعني دعا، شوفي الوقاحة اساس هو الكلمة، بس بكل انت ثقة بتعرفي يعني. انت انه الشغل هذا تبعي وعم تقليلي انت مالك اي سند قانوني، مين انت لحتى اخذ اذنك او هذا اللي جانا. فما حلو الحب الودي. اوكي اوكي في حل قانوني. لا اليوم مشكلة يعني مشكله بيقابلوكي بوش حلو هيك، بس مشينا لا في بالهم غير شيء يعني. فاليوم اليوم الموضوع مطروح عند القضاء، خلينا نقوله بالنسبه لاكثر من واحد عشان ما نقول بس في تونس. اوكي المختلف في الحفلات في العالم، خليني نقول اللي تعود في الاغاني، في حفلات عندها غرض ربحي، في حفلات تجاريه، في حفلات ربحيه. خلينا نبدلوا المود هذايا، نسمعوا بابارفيل فيرسيون لايف. اوكي نتصور برشا يحبوه. مره في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. بابا رفيل ذكي النبي، بابا رفيل ذكي النبي، وعالم الأطفال عالم جميل، عالم الأطفال عالم جميل. يعطيكم الصحة أستاذ طارق. عالم جميل، ولكن تصور عالم مخطير في مدى خطورة الرسالة اللي لازم تتقدم للصغار، في خطورة الكلام اللي لازم يتقال للصغار. خطير جدا، أنا ما شعرت بخطورته غير بعد 3 سنين من العمل، سنتين حتى، أنه قديش خطير ومرة حتى كمان استعدت الإحساس بخطورته لما حدا بعت لي وضعه، يعني فتاة قالت لي أنا متوفي أمي وتوفى أبي وبقيت أنا ونخدم يعني في بيت عند الناس، ننام على الأرض في البرد و كنت نحط أغاني الأغاني تبعنا، أغاني الشارات. إيه فقالت على روميو تقول إنه فينا يعني ضوء في آخر النفق، فقالت والحمد لله درست إخواتي وأنا صرت ممرضة، تركت النوم على الأرض بالبرد. إيه فهذا قلت يا إلهي لو حياتها ما تسقمتش، لو ما ضبطت حياتها قديش بكون خدعتها أنا إنه في أمل. فهمتي شو قصدي؟ بس انا بطبعي متفائل بكل شيء، وهذا حتى الشارات اللي نسمعوهم متفائلين، يعني مش غريب. لا دائما متفائلين لانه هذا الصح. نمشي نحن بالتاثير الايجابي في حياتنا، زائد كانت اللغه اللي وحدت بين شباب تونس وشباب الكويت وشباب الامارات وشباب الشام. في لغه مشتركه بيناتهم، عادي بيفهموا على بعض، ما
ماشي كيما قبل. قبل كانت صعبة اللهجات. تأثير حتى نحن عم نشوفه بالرسائل اللي عم توصلنا لهلأ. بابا قال لك من بعد ما بلش بسنتين يمكن أو شيء. نحن لليوم عم توصلنا مسجات والله مرات بنقرأ وبنبكي غير الناس اللي بنشوفهم من قابلهم. يعني مثلا خالد علال شاعر مغربي عم مثلا، أو خليني أحكي على غير شيء، حدا عنده أخ عنده توحد بيقلنا أنه أخي ما بتفاعل إلا على أغاني عم طارق، وبيعرف إذا الغنية جديدة من أولها بيعرف أنه هاي لبابا. وشوفي على أمثلة كتير، يعني حتى الحفلات اللي بيحضروها الناس، في أشخاص يعني في كلمات مثلا بتنقال لبابا على الشاب الأعمى اللي إجا على حفل مثلا بالإمارات، قال له أنا هلأ حاس حالي عم شوف، قال له بس شفتك. واحد تاني صدفة، تاني يوم كنا كذا حفل على كذا يوم، تاني يوم واحد مشلول فكمان قال له حاس خلص صرت عم بشعر لي. فيعني الشعور اللي عم بيجي لبابا وعم يوصلنا كمان، نحن بنحس انه فعلا عنا عالم، يعني محبة الناس مش مثل ما تقولي فنان وستار وكذا، ما عنا حتى نحن هذا الشعور مع حالنا. يعني العائد المعنوي اكثر مما اتمنى واكثر من ما يتمنى اي حدا. ونتصور مازال باش يتواصل هذا كل على اجيال اخرى جايه، وان شاء الله تتخلق اغاني جديده زادة تحمل نفس الكلمه وتحمل نفس اللحن ونفس الرساله. نشكركم برشا، شكرا استاذ طارق. حبيبتي تسلمي لي، الله يوفقك. شكرا تالا، شكرا ديما ضيوفنا. عادين لو كان جاب يدي نكملوا ليله كامله في الحوار هذايا. غدوه الموعد باش يكون مع طارق العربي طرقان وابنائه، تحيه لمحمد زاده ما ننساوهش، تحيه كبيره ليه. غدوه الموعد باش يكون في المسرح الأثري بقرطاج جمال نهار 1 سبتمبر وفي سوسة 2 سبتمبر. يعطيكم الصحة وين ما كنتوا.